في تطورات الوضع في الصحراء الغربية، تواصل لليوم 19 وحدات جيش التحرير الشعبية الصحراوي هجماتها على طول الجدار العسكري بمنطقة القرقرات، مستهدفة مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة انجاب العبد وكذا منطقة طرف الخشيبي بقطاع حوزة، ومنطقة الف عين بقطاع الفرسية، ومنطقة تنوشاد بقطاع المحبس، وفقا للبيان الذي بثته وكالة الأنباء الصحراوية. لليوم 25 تواليا يواصل الجيش الصحراوي دك حصون ومعاقل القوات المغربية خلف ما يسمى جدار الذل والعار، أين استهدف مقاتل الجيش الصحراوي عديد المواقع وقواعد المخزن. مركز روسوديات السديد بقطاع الفرنسية قطاع أسرود وأخرى هي المناطق المستهدفة من قبل الجيش الصحراوي، لتشمل العملية حسب بيان لذات الجيش ضرب جنود الاحتلال المغربي بعديد المناطق مخلفة أضرارا وخسائر مادية وبشرية على طول جدار الذل والعار. أخبار اليوم النهار متواصلة، صف هجمات على طول الجبهة المعادية. طبعا الجبهة المعادية عبارة عن حزام دفاعي متصل طوله 2700 كيلومتر يمتد من جنوب المغرب إلى المحيط الأطلسي. على طول هذه الجبهة الهجمات والأقصاف متواصلة ليل النهار من 13 نوفمبر. قمة الاتحاد الأفريقي التي حملت عنوان إسكات البنادق لم تأتي بالجديد رغم إجماعها على أن حل القضية الصحراوية يمر عبر احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فمن يجبر المخزن على الخنوع وقبول الاستفتاء؟ أم أن تصريحات الاتحاد الأفريقي تبقى ذرا للرماد في العيون فقط؟ تناقض كبير يكتنف ممثلية المجتمع الدولي ومختلف المنظمات الدولية والقارية والمحاكم، فمن جهة تقر بأن المغرب قوة احتلال، ومن جهة أخرى تقف مكتوفة الأيدي لإيجاد حل نهائي للقضية الصحراوية التي طال أمدها. في الوقت الذي تواصل فيه هذه الهيئات التنديد والتضامن، يواصل المخزن تعنته وإصراره على التوسع والتنصل من التزاماته الدولية ونسفه لمسلسل السلام الإفريقي في صورة توحي وتؤكد بأن هنالك تواطؤ دولي حيال القضية الصحراوية من قبل أطراف معروفين، لأن حجر الزاوية في القضية الصحراوية هو الاستفتاء الشرعي الشفاف والنزيه والذي تكون فيه الكلمة للشعب الصحراوي في تقرير مصيره.